بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم يوسف الحكاز، كاتب عام جمعية التنمية والمواطنة. بالنسبة اليوم الدراسي المتعلق بالجريمة الإلكترونية وحماية الأنظمة المعلوماتية، حاولنا نعطي صورة واضحة أو مزوجة حقيقية بما هو قانوني وما هو تقني وما هو أمني وما هو قضائي، لأن أغلبية الناس يتعاملوا في العالم الافتراضي وما تعرفوش الجرائم اللي ممكن يرتكبوها عن طريق الخطأ. كانت الفكرة جمعية التنمية والمواطنة من رئيسها إلى أعضائها اتفقنا على وضع واحد خريطة يوم دراسي، تبنينا فيه مجموعة من الأمور، استدعينا فيه شخصيات وازنة في مجال القانون وفي مجال الأمن، أي إدارة الأمن الوطني اللي من هذا المنبر تنشكرها جزيل الشكر على أن تلبية الدعوة وعلى المساعدة ديالتها معنا من أجل توضيح للرأي العام أهم الجرائم الإلكترونية وأهم القوانين ومستجدات في هذا المجال. وأخص بالذكر السيد نائب ولي أمن مراكش السيد محمد مشيشو وكذلك السيد ولي الأمن على هذه الجهود اللي قدموا لنا، وكذلك نشكر الجهاز القضائي المتمثل في قاضي التحقيق الأستاذ النوازي من المحكمة الابتدائية الذي أتى من أجل تأطير هذا اليوم الدراسي، والأساتذة الأستاذ ضياء أحمد علي نعمان أستاذ بجامعة القاضي عياض تنشكر كذلك، وتنشكر كذلك الأستاذ جواد رجواني قاضي بالمحكمة الابتدائية اللي أيضا بنى الدعوة، والأستاذ إبراهيم صدوق ناقب المحامين. كذلك تنشكر جميع الإخوان وتنشكر السيد أنس أبو الكلام اللي أطرح كذلك الندوة بالجانب التقني اللي جد مهم، والحمد لله حاولنا نوصل واحد الصورة واضحة على أن العالم الافتراضي لابد الحذر منه، لأن بعض الأفعال يمكن تعتبر جرائم ترتكبها الإنسان بطريقة غير مباشرة وما تكونش فيها واحد الوعي، وكذلك أعطينا صورة أخرى من أجل حماية الأنظمة والمعطيات الشخصية والطرق حماية هذه الأنظمة وحذاري من المستعملين للعالم الافتراضي من بعض الصور اللي ممكن تكون هي عبارة عن فيروسات ممكن تنقل جميع المعلومات المتعلقة بالفرد. وتنشكر كذلك الصحافة على التغطية. تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور أنس أبو الكلام، أستاذ جامعي من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ورئيس جمعية التنمية والمواطنة. احنا اليوم جد سعداء بتنظيم هذا اليوم الدراسي حول الجريمة الإلكترونية وحماية الأنظمة والبيانات. كما تتعرفوا هذا الموضوع عنده أهمية كبيرة في هذه الأيام، فالجرائم الإلكترونية كثرت بمختلف الأنواع ديالها، واليوم بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية جمعوا واحد مجموعة من الشخصيات معروفين على المستوى الدولي والمستوى الوطني، والهدف هو دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، الجانب العلمي والتقني وكذلك أيضا الجانب القانوني والجانب الأمني وكذلك الجانب التنظيمي. فالجانب العلمي ما يمكن يديك حتى شي حاجة إذا ما كانش السند القانوني، والسند القانوني ما يمكنش يمشي بعيد إذا ما كانش التنزيل ديالو على أرض الواقع. فالهدف هو التحسيس، وأيضا كما تشوفوا حاضرين معنا واحد مجموعة من القضاة وقاضي التحقيق وأيضا ممثلين من إدارة الأمن الوطني. فغادي يكون تدارس هذا الموضوع بواحد الشكل اللي هو مبسط، وايضا غادي تعرفوا واحد التوصيات في نهايه الندوه. بالنسبه للعشيه كاينين ورشات تطبيقيه ايضا باش تبسط الجانب التقني للجريمه الالكترونيه، وحتى الناس يكونوا واعيين بلي المساله ما بقاش صعبه بزاف. فاليوم الادوات تاع الجريمه الالكترونيه ولات متواجده والاكسي ليها سهل، وواجب علينا اذا نكون اولا تحسيس وباش نقدروا نواجهوها. وكل معني كما تعرفوا الامن المعلوماتي في المغرب هو مساله استراتيجيه وتابعه لاداره الدفاع الوطني، وايضا الشركات معنيين والناس معنيين والادارات معنيين الكل معني. فمساله ماشي تخصنا بوحدنا، فهي مساله يعني سوفرانتي ناسيونال ومهمه بواحد الشكل هو كبير في هذه الفتره واكيد في المستقبل ان شاء الله. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.